دائما أردد اهدنا الصراط المستقيم، ولذلك لماذا لا أتغير؟ التغير هو التعلم الذي يساعد على مواكبة الجديد، على الانتقال من التبعية والتقليد إلى الاستقلال، والاجتهاد هو الاستجابة للفطرة حيث الكون كله يتغير. الدين بطبيعة الحال ثابت، لكن الرأي البشري متجدد، والذي كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هو نفسه كان يقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. الأمر في الشريعة قبل النهي، الرحمة قبل الشدة، الترغيب قبل الترهيب. أرغب دائما أن أراقب نفسي أكثر من أن أراقب الآخرين، أتعرف على عيوبي قبل أن أتعرف على عيوبهم. السماء تغير سحابها، النهر يغير ماءه، الأرض تغير جلدها، الشمس كل يوم لها أفق، وعندما أتوقف وكل شيء يتحرك معناه أنني سأفيق وأنا وحيد. 5 سنوات من الاعتكاف عزلتني عن تأثير الجموع، منحتني الحرية، نقلتني من الضيق إلى السعة ومن الانكفاء إلى الحياة، نقلتني لرؤية الوجوه الناصعة وقراءة الجانب الإيجابي لدى الآخرين. علي أن أواصل المسير ولو عثرت، نعم أعثر وأعثر، ولكني أحاول النهوض سريعا. أعتز بأن أعظم ثوابتي هو إيماني الراسخ العميق بالله سبحانه وتعالى، وحبي له، وحسن ظني به، وأنني أضع كل همومي وآلامي ومعاناتي حينما أسجد بين يدي.